على ليبوك شغل كانت الافلام السينمائيه مقتصره على الموضوعات الاجتماعيه، ثلاث موضوعات اجتماعيه، قضايا المراه، قضايا الحرقه، قضايا الى اخره. اما الان اصبحنا نشهد يعني افلام اللي فيها نوع من الاثاره، نوع من الاكشن، ونوع من المواضيع اللي حطمت الطابوهات اللي كانت في المجتمع الجزائري. مسيو دوك انا واش يهمني في السينما؟ يهمني طريقه الطرح موضوع خاص للمخرج، كما دوكا شفنا ياسين ويوسف يحيى طرحنا النظره، وجه النظره تاعو على موضوع الحرقه. مرزاق علواش دار لنا فيلم واسمه الحرقه مع نبيل عسلي، عندها واحد 10 سنين. تسمى كل فنان عنده طريقه تعالج موضوع، وهذه الطريقه خاصه بالنسبه ليه كل مخرج، لان كل مخرج عنده احساس تاعو، كل فنان عنده الاحساس تاعو. دونك ما لازمش تشوف الافلام كلي عندهم كاع نفس الموضوع، باسكو حنا بوريسنو عندنا دي فيلم وما عندناش ان سينما، فاهم؟ عندنا عدة مخرجين، كل واحد بالاحساس تاعو، كل واحد بلا سونسيبيليتي تاعو، كل واحد بالطريقه تاعو، كل واحد التاريخ تاعو، راك فاهم؟ ولي فيلم داكسيون تحكي عليهم كيفون لا ديفيرونس وكذا، سي جو بونس لاون نوفيل جينيراسيون كي انفلونسي بار لو سينما انترناسيونال، مي سا ريس دو سينما اتونسيون كوميرسيال. اي بوغ افوار ان سينما كوميرسيال فو دابور افوار دي سال. القاعات ما كانش باش تروج افلام، دي فيلم داكسيون ولا دي فيلم دو اغران بوبليك.